السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قبل نبداو نترحموا على رئيس شيخ الرؤساء، وهو الحناشي ربي يرحمه ويوسح عليه، والصب والسلوال للعائلة تاعه وحبابه واللي يعرفوهم ليه وكلش. حنا يا كما يقول لك نعرفوه في كره القدم، ربي يرحمه والله يسمح له، وكل نقولوا حنا الله يسمح له ان شاء الله بربي. حنا اليوم غادي نتكلموا على التقرير تاع حفيظ الراجي وين دار تقرير مجنون على رياض محرز. حنا نعرفوا رياض محرز، وكنا ننتظره في الانطلاقة تاع رياض محرز، رغم أنه شوية ما سجل هدف، ما فرح شيء، بزاف سوالح، شنا بزاف أمور. حنا إن شاء الله بربي تكون كما يقول لك انطلاقة تاعه تكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري. وين محرز ما قريب صح، يبقى محرز كما يقول لك نوقفوا معاه نشكروه، خاطش على كي تبقى تشوف محرز وزن كبير في المنتخب الوطني. كاين محرز كاين بن ناصر وزن كبير في المنتخب الوطني، وبالامس تاكدنا باللي محرز نقولوا باللي 50% 60% كان سبب في جلب كاس افريقيا للجزائر. لعاب كيكون كبير هذو هما كبار لعاب، وين تكلم عليه حفيظ الراجي، وين لعاب يمشي فوق أرضية الميدان، سجل هدف وصنع هدف وقاد المنتخب لفوز بثلاثية بعد مشاركته في 70 دقيقة فقط. عن أي تحليل تتحدثون يا ناس؟ كما تكلم حفيظ الراجي، هناك لاعبون وهناك أساطير. لاعبون هم من يلعبون ويبذلون جهد طيلة اللقاء، أما الأساطير فوجودهم فقط يكفي، وبلمسة أو لمستين يصنعون الفرق. هذه اللي بدأ نهدر فيها، احنا عندنا لعابة اللي يصنعوا لك الفرق، يصنعوا لك، عندهم حلول. البنت زاوج كيفاش تمركة، يعني الاكسبيريونس تاع محرز برك، اكسبيريونس كي خرج البوله. حنا الناس اللي كانوا يتفرجوا مي راحت البوله عند الـ عند الـ عند الكورنين، انا واحد الناس ما نكذبش على روحي قلت غادي يديها له، ما يخليش يدور، ما يخليش غبنه صايق غبنه، ما مشيها دير تري بونت باي تربحوا غادي تربحوا صايق باي تربحوا غادي تربحوا. هذه هي، هذو هما الاساطير. كيكون عندك اسطوره تاع كره قدم، يعني بلمسه زوج بوجوده تربح، بالوجود تاعو تربح. البارح تشوف زيبوبوي كيفاش مبلعين، خاطش على عارفين باللي عندك ميليو تيرا، عندك بن ناصر، عندك ابراهيمي، وعندك عندك محرز، عندك شو، عندك ثلاثه بالناس مبلعه الرولي كاع. على اللي نقولوا حنايا تروح تشوف كوب دوروب التالية، كاس اوروبا التالية، وين لونترينير تاع البرتغال قالوا له لعب مي كملت البارتيا وربحت البرتغال، ربحت 1-0 في فرنسا، داو لا كوب، قالوا له نقطه، قالوا له لازم نتكلموا عليها كيفاش لعبت كريستيانو. هو كان مبليسي، قال لهم كريستيانو قال له كي يدخل للتيرا عنده 50% راك رابح. من بعد ديشون اللي تبع الناس اللي تبعوا تعقل مليح، من بعد ديشون شتا قال لهم بنينا الخطه تاعنا على كريستيانو. لو كان كريستيانو قعد كنا احنا نفوزو، خرج كريستيانو اللعابه تاع فرنسا تكوداو، خاطش على خطه كومبلي كانت مبنيه باني ديشون، باني خطه مضاده لكريستيانو، يلعب على كريستيانو. راك تشوف كيفاش كيكون عندك اسطوره، ماهيش محرز. حنا الحمد لله يا ربي عندنا واحد كيما محرز، عندنا واحد كيما بن ناصر. قد تبقى تشوف البارح عدد اللمسات تاع كسمو تاع بن ناصر، وقاد شحال من الهجمه، يعني
كانوا هما عندنا في لاطاك البنت الزاوج تاع اللي مركاه البنت الاول اللي مركاه بونجاح اللي قلع بها سفيان في غولي. شوف هما كانوا عندنا قطعها بالناصر واللي ماركينا من كيما يقولك كونتر اتاك كره مرتده سريعه كره مرتده سريعه بالخط. كيفاش بونجاح افتح على 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 فيغولي اللي كان ملاقي فيغولي كان يخمم باللي الكره غادي تروح عند محرز يعني كاين بزاف صوالح وينو فيغولي كان انتيليجون زاد مشى بالبوله زاد مشى بالبوله وتيراها وش عندنا الهدف كيف جا وين نعاودو نقولو وين حافظ الدراجي وين كيما يقول لك دار تقرير مجنون تقرير مجنون ويعطيك شوف كي يكون معلق يعرف كرة القدم معلق كي يكون يعرف الرياضة لاعب كرة قدم. حافظ الدراجي أنا يا ما نكذبش عليكم نجيب نادم رون نتاخدو في الدورة نتفرج عليه أنا حافظ الدراجي نتبعو في لي ماتش التعليق تاعو ما نجمش نسمح بالتعليق تاعو هذه نقولها ونعاودها نتبعها أنا حافظ الدراجي خاطش عليها يعرف كرة قدم وتدي من عنده نقاط تتعلم من عنده تتعلم من عنده تحاليل. المعلق الوحيد اللي يضربك نقولوا باللي يعلق لك على البارتيه ويزيد يعطيك تحاليل يعطيك تحاليل خطه يعطيك شكون اللي عنده استحواذ شكون اللي عنده شكون قدام لا تروح تشوف الارقام تعرف شنو كاين وين قال لهم لعاب يمشي فوق ارضيه الميدان سجل هدف وصنع هدف وقاد المنتخب منتخب بلاده لفوز بثلاثية بعد مشاركته في 70 دقيقة فقط. عن أي تحاليل تتحدثون؟ هناك لاعبون وهناك أساطير لاعبون هم من يلعبون ويبذلون جهد طيلة اللقاء أما الأساطير فوجودهم فقط يكفي وبلمسة أو لمستين يصنعون الفرق. كلام موجه نقولوا باللي هذا الكلام موجه لمحللين المقاهي أصحاب الكوستيمات ماشي محللين الكبار اللي يتكلموا على محرز أحسن مما نتكلم عليه نحن. فوز آخر للمنتخب الوطني واستمرار النتائج الرائعة أدامها الله والحمد لله وبسم الله ما شاء الله. يعني نقولوا باللي محرز أمس وين ماذا أنا نقول باللي ماذا بينا كل الشعب يخلوه نقولوا بلي يدعمه 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 ماشي يا ودي راك كي والو على بالنا محرز واش راه استراح صاري له حنايا نقولوا بلي استراح صاري له ولا خاطش ما نجموش ندخلوا في امور اللي ما على بالناش حتى كاين امور وين شفنا بلي جماه بالماضي وين تكلم عليه قال لك مانيش قلق على محرز في مانشستر سيتي قال لك مانيش مقلق. وكاين نقطة فانك تحدثت عليها حافظ الدراجي تحدثنا عليها البارح في لافريك ماذا بينا ما يلعبوناش لا لين دورجو ماذا بينا ما يلعبوش لا لين دورجو انا ماذا بيا لافريك على بالك الجزائر بالك من 2009 ما وليناش نلعبوا لا لين دورجو ما نلعبوش روحوا شوفوا وتفكروا مليح ردوا الكاسات الجزائر ما تلعبش لا لين دورجو خاطش ما عندناش الامان في لي جيتيتوش في لي زاربيت مكاش ما تامنش قادر او شي يدير لك ما يربطش يطلع يجري اي شي غادي يدير لك خطره عن طريق هي مركاها داخله في افغانستان شافوها وجيتيتوش ما طلعش قادر يطلع قادر ما يطلعش قادر يربط قادر ما يربطش انت والزهر تاعك على هذيك حنايا نطلبوا ان شاء الله بربي جماعه بالماضي غادي يروح لهذه يروح لهذه النقطه يروح لهذه النقطه ان شاء الله ليه ودي ما يامنش وما يلعبوش لا لين دورجو لا لين دورجو راهي خاطر راهي خاطر على الفريق الوطني الجزائري رانا شفنا البارح باللي لا لين دورجو كاين نورجو في البنت تاعهم بصح رانا في افريقيا ما عندك ما دير وين على بالك باللي جمال جبلي هذاك اللي عبر تويتر وين هو وين تحدث عن الهدف زيبوب الذي سجله من وضعيه تسلل واضحه وين عندنا فانك في البي سبور وين قال لك وضعيه جابوا كاع الاخرى باللي وضعيه تسلل واضحه على بالك
هذه هي وين حافظ الراجي عرف كيفاش يقصف، عرف كيفاش يطلع المورال المحرز، خرج عليه المحرز البارح ما يقدر يسجل بصح مش كيما مضاري، ما فرحش ديك الفرحه تاعها. هذه ان شاء الله بربي يكون الخير.